الرقة التي تشهد أول انتخابات بلدية بعد حقبة داعش. هذه الانتخابات تأخذ بأبعادها مناحي أخرى، فالإدارة الذاتية تتمسك بإجرائها رغم اعتراض تركيا وتحفظ واشنطن، ما يفتح الباب على تساؤلات منها تكريس الانفصال. فما موقف دمشق وما موقف أنقرة؟ هذا وتشهد مدينة الرقة تنافسا كبيرا بين الأحزاب والكتل العشائرية والمستقلين الذين يريدون إيصال مرشحيهم عبر الانتخابات إلى كرسي رئاسة البلدية للمرة الأولى بعد التحرر من التنظيم. ضمن خاص الحدث تقرير جمعة كاش من الرقة. انتخابات محلية مثيرة للجدل، هي الأولى في هذه المدينة التي لا تزال تتعافى من تداعيات مرحلة حكم داعش. 531 مرشحا يمثلون أحزابا رئيسية وتكتلات عشائرية بالإضافة إلى شخصيات مستقلة يتنافسون للفوز برئاسة البلدية ومجلسها المكون من 40 عضوا. حال المدينة وتحسين خدماتها يتبوأ برامج المرشحين الانتخابية، والهدف كسب أصوات الناخبين في 11 من الشهر الجاري. سنقدم خدمات بشكل عام، تحسين جودة الخبز بالنسبة لتقديم تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتزفية الأحياء والشوارع والأرصفة. الانتخابات المحلية أثارت غضب تركيا واعتبرتها خطوة أولى للانفصال عن سوريا، فيما أبدت واشنطن تحفظها على التوقيت. أكدت الإدارة الذاتية أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها، أنها لا تتقبل هذه الانتخابات، لا تتقبل هذه العملية الديمقراطية، لأنها على دراية تامة عند إجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه الانتخابات كيف أن شرعية الإدارة الذاتية كيف ستكون، لأنها تعرف بأن الإدارة الذاتية الآن أمام تحدي من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية الأولى من نوعها على مستوى شمال شرق سوريا. ونحن أيضا كمفوضية طبعا مهما كانت استهدافات موجودة، مهما كانت تهديدات، مهما كان عدم قبول لهذه الانتخابات، لكن نحن انتخاباتنا جارية على قدم وساق وسنجري هذه الانتخابات بتاريخ 11/6. بعيدا عن المشاحنات بين الفرقاء، يعمل وجهاء المدينة وشيوخها على حشد الأصوات لمرشحيهم، فالانتخابات هنا تعني المشاركة في القرار. في موازاة المخاوف التي تبديها أطراف محلية وإقليمية من الانتخابات البلدية، يرى سكان المناطق العربية أنها قد تقود إلى التوافق في إدارة المنطقة وتحسين الخدمات، وهو ما يساهم في جسر الهوة بينهم وبين الإدارة الذاتية. من مدينة الرقة شمال شرق سوريا، جمعة كاش، الحدث. هذه المشهدية نناقشها مع ضيوفنا لهذا المساء، من القاهرة ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية ليلى موسى، من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، ومن اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزاكان. مساء الخير لكم ضيوف الكرام، أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة. أستاذة ليلى، مع حضرتك أبدأ، لماذا الإصرار على إجراء هذه الانتخابات في 11 من يونيو بظل ليس فقط تحفظ تركيا ولكن أيضا تحفظ الولايات المتحدة؟ مساء الخير لك ولضيوف الكرام والسادة المشاهدين. بخصوص الانتخابات، هو شأن داخلي تتعلق كما أشاروا أو أشرتم في تقريركم إلى الواقع، تحسين الواقع الخدمي للمنطقة، هي رغبة نابعة من سكان مناطق شمال شرق سوريا، وهي شأن داخلي تهويل من مخاطر أو تهديدات التي تشكلها الانتخابات كما تروج لها تركيا، ليست بالشكل الصحيح، إنما على الواقع هو مختلف تماما. وهي ليست الانتخابات الأولى التي تجرى في مناطق شمال شرق سوريا. في 2014 كانت هناك انتخابات محلية أجريت في مناطق التي كانت تديرها الإدارة الذاتية، في مناطق التي كانت تديرها حينذاك ب 2014، والآن هي لم تكن هذه التحضيرات خلال العام فقط، إنما كانت هناك مساعي لإجراء هذه الانتخابات، لكن بسبب الظروف الأمنية وحملات التي كنا نقودها مع التحالف الدولي في مكافحة إرهاب تنظيم داعش، وأيضا إلى جانب العمليات العسكرية التي قامت بها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، حالت دون إجراء هذه الانتخابات.
هذه الانتخابات كما قلت هو يتعلق بشأن داخلي وتحسين الواقع الخدمي، وهو فرصة لأبناء مناطق شمال شرق سوريا باختيار ممثليهم والتعبير عن إرادتهم الحرة لإدارة مناطقهم. طيب بما أنه الموضوع شأن داخلي، سأذهب إلى الأستاذ عبد الحميد توفيق. اليوم كيف تنظر دمشق إلى هذه الانتخابات وهذا الإعلان في هذه المناطق أستاذ؟ مساء الخير لحضرتك لارا ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. على المستوى الرسمي لا يوجد هناك أي موقف أو تعليق نهائيا من الجانب السوري الرسمي الحكومي أو السلطات السورية على كل هذه المجريات وعلى كل هذه المناخات التي تشاع وتسود في شمال شرق سوريا أو في الجزيرة السورية. على في مستوى الأوساط الإعلامية وبعض ما ينقل عن بعض في الصحافة غير الرسمية ولكن من سوريا، هناك رفض واضح لهذه الخطوة باعتبارها كما تقول الصحافة أو كما تنقل عن بعض الأوساط بأنها خطوة ذات طابع انفصالي ومحاولة من ما سموها سلطة الأمر الواقع في تلك المنطقة لفرض أجندة تحاول من خلالها جذب الانتباه وكذلك الحصول على بعض الاعترافات، وهي لا تعدو عن كونها خطوة غير مقبولة بالمطلق. ما نقل أيضا عن، وهنا أحدث فقط عن موقف الرسمي، ما نقل عن محافظ مدينة الحسكة في قلب الجزيرة السورية بأن هذا التوجه وهذه الانتخابات مرفوضة رفضا قاطعا من الجانب الرسمي السوري، كما نقل عن محافظ الحسكة، وأن هذا الأمر يعتبر تجاوزا وخطوة انفصالية. في العموم الجانب السوري والسلطات السورية منذ أن بدأت هذه هي المسألة في الجزيرة السورية وشرق الفرات تتعامل مع هذه المسألة حقيقة من خلال الأداء على أنها ظاهرة أمنية وهي موجودة وتتفاعل بسبب رعاية قوات الاحتلال الأمريكي لمثل هذه المجموعات المسلحة من الأكراد وكذلك ممن يديروهم من جبال قنديل وحزب العمال الكردستاني PKK. هذه الرؤية تجعل السورية أو تجعل السلطات السورية تتعامل مع هذه الظاهرة من ناحية أمنية، والدليل على ذلك هو أن جميع التواصلات التي كانت تجري لم تكن دمشق تقبل أن تكون على مستوى حكومي مقابل أي ضيف يأتي طيب. من الجزيرة السورية أو من شرق الفرات، ولكن نعم. كان فقط يراجع دوائر أمنية حتى يبقى الأمر في إطار مفهوم أمني لا أكثر بسبب الوجود الاحتلال الأمريكي هناك. طيب. أذهب إلى الأستاذ مصطفى كذلك لنعرف أسباب يعني اعتراض تركيا إلى هذا الحد وتلويح بعملية عسكرية وذهب إلى يعني إجراءات جدا قصوى. لماذا إلى هذا الحد تستفز هذه الخطوة تركيا سيد مصطفى؟ أولا طبعا هم فار بالنسبة لحزب العمال الكردستاني كما ترى تركيا، وأنها لا يتمتع سوريا على أساس فدرالية يتمتع بوحدة الوطنية. إذن يعني تجربة الإدارة المحلية أو الانتخابات المحلية هذا خروج عن النص وعن النظام السوري يعني متمتع كما ذكرت بالوحدة الوطنية. إذن يعني هم يستمدون الشرعية من أي جهة؟ أن تركيا ترى أن 2254 أو القرار السابق بالنسبة للأمم المتحدة أيضا يعني لا تسمح لهم بالنزول أو بالتصفية في الانتخابات المحلية كما هم يدعون ذلك أو يرون ذلك. إذن تركيا ترى أن هذا خطر على تركيا، لأن هذه الانفصالية أو نظرة الانفصالية ماضية، وتركيا ترى أنها ستنتقل إلى تركيا، هذه حتمية من منظور تركيا. إذن تركيا من هذه المناظر تعارض طبعا هذا الاتجاه، اتجاه إقامة الصنادق لانتخابات البلديات أو محليات. هذا هو رأي تركيا، ويرى أنها أمر الواقع، فرض أمر الواقع وفرض أجندة خاصة بالنسبة لهم، هذا تركيا لا تقبل ذلك.
طيب أستاذة ليلى، يعني أكيد استمعتي إلى كلام ضيفينا من دمشق ومن اسطنبول حول موقفي دمشق وأنقرة، ولكن يعني هنا أريد أن أتوقف عند نقطة. في كلام كثير يذهب بإطار أنه هذه الانتخابات هي تمهد للانفصال، وبالتالي هنا نقطة الاعتراض، هل هذا هو المخطط من وراء هذه الانتخابات؟ دعيني بداية أعقب الكلام ثم أجيب على السؤال الذي طرحتي. بخصوص تواجد الأمريكي، تأسيس الإدارات الذاتية وعمليات التحرير التي تمت في مناطق شمال وشرق سوريا كانت بقيادة أبناء المنطقة حتى قبل تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بخصوص ما تفضل به الضيف من دمشق. إذن هناك أبناء من المنطقة كان لديهم إصرار بعد انسحاب قوات النظام من المنطقة وتفرغ لخوض المعارك مع الفصائل الأخرى في مدن سورية أخرى، وجميعنا شاهدنا كيف تم إعلان عن سوريا المفيدة حين وتركوا أبناء المنطقة لمصيرهم. لذلك كانوا أبناء المنطقة قاموا بتشكيل مجالسهم وبإدارة مناطقهم وتقديم الخدمات، ومن ثم تطورت الحالة إلى ما نحن عليه الآن. بخصوص دولة تركيا وما تدعيه من حجج، بقناعتنا عندما قامت بعملية احتلال عفرين لم تكن هناك عمليات انتخابية، وعندما قامت باحتلال سريكاني وغريسبي لم تكن هناك عمليات انتخابية. إذن نعم. هناك مشروع تركي تحاول تركيا من خلال تمرير مشروعها في سوريا، وتشكل الإدارة الذاتية عقبة أمام هذا المشروع. ونحن شاهدنا كيف أن تركيا منذ بداية الأزمة السورية حاولت اللعب على الوتر الديني تارة وتارة على الوتر القومي، وما زالت ماضية في سياساتها حيال هذه المنطقة. بخصوص ما نحن نسعى عليه كما أشرت في بداية كلامي هي الشأن الداخلي، تتعلق في الحالة الخدمية، تحسين الواقع المعيشي، وهي فرصة لأبناء المنطقة بالتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار ممثليهم في خطوة من شأنها أن تحسن واقع المنطقة نحو الأفضل. كما تعرفون وقناة العربية من أكثر القنوات التي تابعت الوضع في أو الشأن في الشمال السوري، وكيف أن المنطقة خاصة في المرحلة الأخيرة بعد ضربات التركية على البنى التحتية بشكل متقصد في مسعى منها بتحليل بتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. كنا نأمل من الضيوف يشيروا إلى ما تمارس في الشمال السوري من بناء مستوطنات، من تتريك، من عملة، من لغة تركيا، من وجود والي تركي يدير المنطقة. هذه نعم. التي تسعى إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أخرى، بينما هناك عملية انتخابية تم إجراءها ب 2014 لم نشاهد هناك أي عملية انفصال. فبالتالي هذه الأقاويل والإدعاءات ليست يعني في محلها، وإنما هي تشويه، إنما هي تشويه لهذه العملية الانتخابية، وفي مسعى ضرب إرادة أبناء المنطقة بالتعبير عن رأيهم وخوض هذه العملية الانتخابية. بكل بد نحن مع كل قوى أو جهة أو دولة تسعى إلى تحقيق القرار 254، وسبق أن أصدرنا البيانات كثيرة بهذا الخصوص، وآخرها كانت هي الترحيب بقرار ما تمخضت عنه نتائج القمة العربية في البحرين التي أكدت على 254 والحوار السوري السوري. طيب. وهو ما نحن كمجلس سوريا الديمقراطية نسعى إليه منذ تأسيسنا. سأعود إلى نقطة الحوار السوري السوري، وأستاذ عبد الحميد إذا بتسمح لي رح أذهب إلى أستاذ مصطفى بس بالنقطة التي تحدثت فيها أستاذة ليلى عن تركيا، ومن ثم أعود إلى حضرتك. سيد مصطفى، يعني ضيفتنا تتحدث عن بناء معسكرات للتدريب، عن انتشار جديد وأيضا يعني لافت لتركيا، ويعني رأينا ما رأيناه أصلا من مواجهات مع تركيا في هذه النقاط الجغرافية. فعليا يعني إذا كانت دمشق تتحفظ، دمشق هي جزء من يعني بسوريا، هي العاصمة السورية، بس إذا تركيا استمرت بهذا الموضوع، هذا أين سيضعها اليوم داخل سوريا؟
بالنسبة لوجود تركيا، أصلا وجود تركيا عسكرية مؤقتة بسبب جلبت زراع سوري بالنسبة لحزب العمال الكردستاني قصد أو غيره، وهذا تيمة الشعب تركيا إلى هذه المنطقة، بسبب كان هم يخططون أصلا ممر يبدأ من شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط وتقطع المواصلة بين تركيا وبين البلدان العربية. لذلك تركيا قررت دخول إلى أراضي سوريا بسبب هذا. ترى تركيا أن قسط أو مجموعات وحدات حماية الشعب يمثلون إرهاب، يمثلون حزب العمال الكردستاني أو امتداد لحزب العمال الكردستاني. على هذا الأساس تدخلت تركيا، ولا ترى أي مانع من التدخل الجديد إذا هم يصرون في هذه النقطة، يعني يجعلوا شمال سوريا دولة مستقلة أو شبه دولة مستقلة مستقبلا. هذا تحدي لتركيا، ليس تحدي فقط بالنسبة للنظام السوري، ولكن تحدي لتركيا وأيضا زعزعة الاستقرار بالنسبة للمنطقة ككل، يعني ابتداء من العراق إلى سوريا وغيرها. أيضا تركيا تحتسب لهذا الموضوع لأجل هذه العناصر. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني أيضا كذلك يعني أريد أن أعرف ردك. الأستاذة ليلى تقول أنه هذا ليس هناك أي مخطط للانفصال، هذا المشهد أصلا حدث بأوقات سابقة ولم يحصل انفصال، وبالتالي هنا يعني فعليا لماذا هذه الاتهامات بهذا التوقيت؟ وإن سيضع ذلك دمشق مع أنقرة بهذه الحالة، هل يقربها من أنقرة إذا ما استمرت هذه الجهود بالمناطق الكردية؟ المسألة في هذا الموضوع معقدة. لا أعتقد بأن التجارب السابقة رغم كل العمليات التي نفذتها تركيا ودخلت الأراضي السورية واحتلتها بعضها في الشمال السوري، وهروب قوات قسد ومن معها في تلك المراحل ولجوءهم إلى الجيش السوري، وتحديدا أتحدث هنا في عام 2018 في معركة عفرين، كان هناك محاولة من بعض القوى المسلحة الكردية للحديث ولطلب أن تكون سوريا تدافع عن الأرض كما قالوا، ولكن كان الطلب السوري واضح بأنكم أنزلوا أعلامكم الانفصالية وارفعوا علم الجمهورية العربية السورية في تلك المناطق حتى نتحمل مسؤولية السيادة. ومع ذلك تراجع القوى المسلحة الكردية في تلك المنطقة، ودخل الجيش السوري مع بعض القوى الروسية واحتلت تلك المناطق كما يقول الروس وجلس فيها وأبعدهم. في هذه النقطة أعتقد بأن المسألة معقدة والمشهد واضح. إذا كان الأمريكيون نفسهم يتحفظون على مثل هذه الانتخابات، لماذا يتحفظ الأمريكيون؟ والمفهوم على سبيل المثال قلق الأتراك والتصعيد التركي الواضح في الخطاب الإعلامي والعسكري والسياسي. لكن إذا أردت أن أتحدث عن التحفظ الأمريكي الذي يرعى هذا المشروع، إذا أردت أن أتحدث عن الوجود القوى المسلحة الكردية، حتى أكون دقيق، أشقاؤنا الأكراد السوريين أهلنا، ولكن القوى الكردية المسلحة سلطة الأمر الواقع، هل لها وجود في محافظة دير الزور التي هي تعتبر محافظة عربية قح من الباغوز إلى الشدادي، وهذه المسافة طولها 110 كيلو متر إلى على شرق الفرات؟ هل لهم وجود أساسا؟ هل لهم وجود في الرقة، محافظة الرقة التي تعد أكبر؟ إنهم سلطة أمر واقع تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع انفصالي، ولكن هم ينفذون هذه الأجندة حين يطرحون مسألة المنطقة المفيدة وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم سيطروا على النفط وسيطروا على الغاز بالإرادة الأمريكية والرعاية الأمريكية، اليوم حين تقصف بعض المناطق لهم ترد الولايات المتحدة الأمريكية عنهم. هذا جانب. الجانب الآخر، المسألة هناك البيئة ليست كما يدعون ويقولون. البيئة الموجودة في الجزيرة السورية في تلك المناطق هي ليست كلها خاضعة للقوى المسلحة الكردية قسد أو غيرها. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك قوى موجودة من الدولة السورية ومن الجيش السوري ومن حلفائها الروس والإيرانيين وبشكل واضح وملموس ترفض مثل هذا الأمر. كل القوى الدولية والإقليمية ضد مثل هذا المناخ الذي تشيعه الولايات المتحدة أساسا، ولكن يبدو أن واشنطن تخشى من التصعيد مع تركيا فيما لو أيدت مثل هذه الخطوة التي تعتبر أحد الخطوات المقبلة لعملية انفصالية حين يذهبون إلى هذا الحد بانتخابات محلية. ماذا يعني؟ إذا كان نصف العشائر العربية ضد هذه، وإذا كان المجلس الوطني الكردي ذاته والأكراد الآخرين ضد مثل هذا التوجه،
ما هي هذه الانتخابات ولماذا؟ السؤال لماذا تجري هذه الانتخابات في ظل الظروف التي تعيشها سوريا ووجود القرار 2254 ووجود القوى الدولية ومصالحها والإقليمية في تلك المنطقة؟ طيب أستاذة ليلى، يعني أكيد أريد أن أعرف ردك، وكذلك أيضا ونحن يعني وقتنا صار ضيق بدقيقة دقيقة مع كل ضيف، يعني اليوم أي إغضاب، يعني بالعودة إلى السؤال الأول، أو أي مواجهة ولو سياسية مع الأطراف الأخرى المحيطة بالمناطق الكردية سواء تركيا وسواء دمشق، كم تفيد هذه المناطق إذا كانت الانتخابات فعليا لتحسين الأوضاع المعيشية؟ طيب حبذا لو تعطيني بعض الوقت لاستطيع الرد، لان الضيف من دمشق اثار الكثير من تفضلي بس يعني باسرع وقت ممكن، نحن الوقت صار ضيق. القوات السورية تمام، بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، هي قوات سورية تضم كافة مكونات المجتمع السوري وليست قوات كردية كما يدعي لوحدها، وبالتالي دير الزور هي جزء من سوريا، ونحن كسوريين من حقنا نتواجد في أي بقعة جغرافية داخل سوريا. النقطة الأخرى، ليست هناك أي نوازع انفصالية من قبلنا، والعقد الاجتماعي أعتقد واضح وصريح ومتاح للجميع، يمكنهم الاطلاع على هذا العقد وليس خافيا على أحد، إذا كل ما يتم ينفت كل ما يتم من ادعاء وحجاج على أنها مشروع انفصالي. النقطة الأخرى بخصوص العشائر العربية ومعارضتها للإدارة الذاتية، أعتقد انعقاد ملتقى العشائر منذ أيام قليلة كان رد واضح على كل هذه الادعاءات بأن العشائر في المنطقة عندما يجتمع في أكبر تجمع أكثر من 5000 شخصية من مختلف مكونات وعشائر واجدة في شمال شرق سوريا، هذا دليل بأن هذه العشائر هي رسالة واضحة وصلته للمجتمع الدولي بأن هذه الإدارة تمثلهم بدرجة الأولى، وهي تأسست بتضحيات التي قدمها أبناء هذه المناطق، وبالتالي هم مصرون بالحفاظ على التضحيات التي تكللت بدماء أبناء المنطقة. أكرر مرة أخرى، المنطقة في ظل الأزمة السورية دون وجود أي حلول تلوح في الأفق، شكلت استنزاف كبير للمنطقة، بالإضافة إلى كما أشرت في بداية حديثي إلى الضربات التي قامت بها تركيا مؤخرا، أرهقت البنية التحتية في المنطقة، فبالتالي حتى يكون هناك استجابة للوضع وتأمين الاحتياجات وخدمات المواطنين والحفاظ على النسيج المجتمعي في المنطقة، أن تكون هذه خطوة داخلية. طيب. من أجل تأمين ما أشرت إليه. سيدة مصطفى، مع حضرتك أيضا بدقيقة لو سمحت، أين يضع هذا الموضوع يعني العلاقات السورية التركية التي قيل بأوقات سابقة أنه كان فيها تقارب أو يعني وصلت إلى نقطة ومن ثم عادت منها؟ هناك ضغوطات من قبل روسيا ومن بوتين بالذات للتقارب بين نظامين سوريا وتركيا، وكذا طبعا هذا الموضوع ربما ذات اهتمام مشترك بين الطرفين، ربما يدفع بعضهما بعض للتقارب، كما أن هناك متقاعدين من العساكر أو من الجنرالات، هم أيضا يعني لديهم توصيات للحكومة موجودة، حكومة موجودة في تركيا، على أنها عليها أن تتقارب مع النظام السوري للحيلولة دون بروز حزب العمال الكردستاني أو على الأقل تحالفهم في سوريا، يعني وحدة حماية الشعب. إذن نعم، هناك بعض الدوافع ربما للتقارب مع النظام السوري من موسكو إلى الشأن الداخلي، أو يعني بعض الجنرالات كما ذكرت هم يوصون للحكومة أن يكون هناك تقارب. طيب أستاذ عبد الحميد، أيضا مع حضرتك، يعني أي سيناريو اليوم مطروح، يعني إذا في حال حصلت الانتخابات وتركيا قررت عملية عسكرية، أين يضع ذلك دمشق؟ وأيضا إذا لم يحصل أي من الأمرين، أين سيضع ذلك دمشق، مع الأكراد ومع تركيا؟ في الحالة الأولى أعتقد بأن دمشق ستنظر إلى أي مثل هذه العملية في إطارها الأمني فقط، وستعتبره رأس المشروع للاحتلال الأمريكي أولا وأخيرا، ومن ينفذه ما هو إلا خيل درك
كما يقول المثل له نهاية حتمية على المستوى السياسي وعلى المستويات الميدانية. في حال حصل الهجوم التركي ضد القوى الكردية التي يقودها البيكي كي في تلك المنطقة، أعتقد بأن دمشق لن تغير استراتيجيتها في هذا الإطار، وفي حال عدم حصوله سيكون هناك موقف سوري واضح فيما لو حصلت مثل هذه الانتخابات في الجزيرة السورية. وأيضا أعتقد بأن روسيا لن تكون بعيدة عن دعم موقف دمشق تجاه هذه الخطوة الانفصالية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. شكرا لضيفتنا من القاهرة ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية ليلى موسى، وشكرا لضيفنا من اسطنبول محلل سياسي تركي مصطفى أوزاغان.